يلا بينا نعمل ريفيجن على يونت 4 برايمري 1 بطريقه تيتشر سمر كريزي انجلش. ايه الطريقه دي؟ ان احنا نحط كلمه في جمله، فالكلمه هتتحفظ، الكلمه مش هتتنسي، الكلمه هتبقى سهله. ابني كتب جمله، ابني اتعلم ترجمه، ابني كمان هيكتب باراجراف وهو في سنه اولى. اسمع كلامي، يلا بينا. سي يرى، سي بي هو اللي ألف الجملة. I can see، حلوة. He can see، جميلة. She can see، حلوة قوي. I can see a piano، جميلة قوي. سي بي ألف الجملة، وهو تحولها له أنت لسؤال ترجمة وتخليه تقولي له الجملة بالعربي وهو يعملها بالإنجليش. سي بي هو اللي ألف، مهما كانت الجملة سهلة وبسيطة بالنسبة لك أنت. ميوزك، موسيقى. I play music، I listen to music، بسمع موسيقى. سي بي ألف، ولو احتاج كلمة كده قوليها له وساعديه فيها، بس سيبي التأليف هو اللي يجي منه. أنا عارفة بقولك إيه. ميوزك. تيست، يتذوق. تيست، I taste ice cream. taste. smell، smell، يشم. I smell this flower، حلوة. I can smell، أنا أستطيع أن أشم، رائعة. flute، توت توت، آلت الناي flute. this is a flute، جميلة. دايما شجعيه وحفزيه واديله هدايا وقولي له برافو برافو برافو، مهما كانت الجملة سهلة وبسيطة بالنسبة لك، هي جملة كبيرة ورائعة بالنسبة له لأنه ألفها لوحده. I can play the flute، حلوة قوي. He can play the flute، جميلة قوي. هتلاقي من هو اللي ألفها. dog، يلا جملة في التعليقات، خلوا الأمارات اللي بيحبوني يكتبي تعليقات عليهم ويكتبوها جملة مش كلمة. this is dog، yeah. I can see a dog، yeah. I like dogs، الله. these are dogs، حلو قوي حلو قوي. ويا سلام لو يتأسس جرامر كمان من كتب كريزي انجلش، هتلاقيه رائع في تكوين الجمل قوي، لان ده اساس شغلي في الكتب، ان انا اعلم الطفل يحط كلمه في جمله ويترجم. يلا بينا. hear، she can hear. الكورس كامل على قناه كريزي انجلش، مستنياكم هناك. goodbye.